الجميع هنا متطوعون من مختلف مراكز البحث الوطنية، شعارهم المساهمة في الحد من انتشار جائحة كوفيد-19. فبعد تنامي الطلب على المعدات الشبه طبية بمختلف أنواعها على غرار الأقنعة الواقية، الأولوية باتت لتوفير كميات معتبرة في أقصر مدة ممكنة، معادلة تم حلها بفضل فكرة لهذا التقني بأرضية نمذجة. طروادي سيستم هذه ستي ماشين اسلاس ما تعطيناش بزاف أقنعة، حنا حبينا ندار كل وقت خاطر ما حنا رانا قرانا روطار. ربي وفقنا، لقينا بلي لازم نخدمو 2000 حتى 3000 في النهار. خرجنا هذا الكاسك هذايا، هذا الكاسك هو عبارة عن بوليستر، مع العلم الكاسك هذايا كومبليكي ما راه ما يستخدمش مين با 5 دينار. وهذا الكاسك هذايا خفيف بزاف، يستعمل خفيف وما يشدش ما داخل على الجبهة تاعهم، زدنا درنا لهم فيلم هنايا دونك يقدر ديزانفيكتا ما شاء الله. التعامل مع وباء كورونا المستجد فرض ضرورة التحلي بمستوى عال من الحيطة فيما تعلق بالتعقيم والتطهير، نقطة لم يهملها المركز وتم برمجتها على مستوى غرفته البيضاء. هي قاعة معقمة ستين سال بلانش اللي هي كلاس 100 ايزو 4. عند انتهاء صناعة الأقنعة الواقية في أرضية النمذجة نأتي بها إلى المحطة التكنولوجية لتعقيمها بمادة ليزوبروبانول ديلوية بك لوديستيلي. هاد المادة تستعمل في تعقيم الأدوات الطبية والأدوات الطبية والإلكترونية. هذه الأقنعة ما هي إلا فكرة من بين عدة حلول يسهر تقنيو ومهندس المركز على تطويرها، بينما تبقى أبوابه مفتوحة لأي اقتراحات خارجية قد تبحث عن أرضيات لتجسيدها.